السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني في منصة يوتيوب وأيضا منصة أخبار العراق العاجلة على أكواي. خبر اليوم عن قرض 75 مليون من صندوق الإسكان اللي شرطة أن يكون بناء أو إضافة بناء في مساحة ما تقل عن 100 متر وأيضا بكفيل. الحين نتعرف على معلومات أكثر. قرض الصندوق الإسكان 75 مليون وشرط القرض منح قرض الإسكان لغرض بناء أو إضافة بناء ولا يجوز الاقتراض دون البناء لكل معطل لديه قطعة أرض لا تقل عن 100 متر وأيضا لازم يكون البناء ما يقل عن 65 متر. التقديم لازم يكون عندنا خارطة بناء وأيضا سند 25. توضيح أكثر: قرض الإسكان لمركز المحافظة بناء أو إضافة بناء 75 مليون تسديد الشهري 332 ألف دينار. أما بالنسبة للأقطار والنواحي فيكون القرض 50 مليون. الحين نتعرف أيضا على الاستقطاع الشهري. طبعا قلنا سنة 25 خارطة بناء وكفيل. الكفيل لازم مرترض سابقا. تسديد شهري بالنسبة ل 50 مليون 221 ألف بالنسبة للأقضية والنواحي. المتطلبات طبعا قطعة أرض لا تقل عن 100 متر، كفالة موظف مدني مستمر بالخدمة يعني يجيب استمرارية خدمة، مدة التسديد تكون 20 سنة، ويكون الدفع يكون على دفعات يعني 30 مرحلة على البترو، 40 على الهيكل، 30% في مرحلة الإنهاء. تحياتي، أتمنى الاستفادة، مع السلامة.